بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين. في البداية أود أن أشكر كل منتسبي الأجهزة الأمنية بالمحافظة على الجهود المخلصة لجميع منتسبي شرطة مأرب، وكان تقييمنا للعام الماضي 2020 تقييم إيجابي جدا، ولعلكم اطلعتم على البيان الرسمي بالأرقام عن إنجازات الأمن في وقت سابق، كما أننا أعددنا خطة طموحة لهذا العام تتمثل في مضاعفة الإنجاز الأمني واستكمال وتطوير بعض الجوانب للوصول إلى أفضل أداء في عموم هذه المحافظة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها. كذلك في البداية أود أن أشكر قيادة السلطة المحلية ممثلة باللواء سلطان بن علي العرادة محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية الذي يولي الأمن اهتماما كبيرا، وكذلك وزارة الداخلية وأجهزتها في العاصمة المؤقتة عدن. كان من أهم الإنجازات خلال العام الماضي 2020 هو إحباط وإفشال العديد من المخططات التخريبية والإرهابية التي كانت عناصر ميليشيا الحوثية الإنقلابية المدعومة من إيران تخطط لتنفيذها في مأرب وبشكل غير مسبوق في تاريخ اليمن كما نستعرض تالياً. تقوم أجهزتنا الأمنية بمهمة كبيرة تتمثل في تأمين المدينة التي تضاعف سكانها عشرات المرات، وكذلك بشكل خاص مخيمات النازحين في أطراف المحافظة والتي بلغ عددها أكثر من 130 مخيم. ويؤسفنا أن نقول أن الميليشيا تركز على إيذاء النازحين حتى بعدما شردتهم تحاول إيذائهم هنا بشكل إجرامي لولا يقظة الأجهزة الأمنية والتعاون البناء مع المواطنين الشرفاء. الجاهزية والحس الأمني واليقظة العالية التي يتمتع بها منتسب الوحدات الأمنية في مأرب وقفت حائط صد قوي وصلب أمام كافة الأساليب الإجرامية الدنيئة التي استخدمتها ميليشيا الحوثي بما فيها استخدام النساء والأطفال لتنفيذ أعمال إرهابية في مأرب. خلال شهر يناير الماضي من العام الجاري تمكنت أجهزتنا الأمنية من ضبط عناصر إجرامية بعد عملية تتبع دقيق كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية، وتم إحالة تلك العناصر إلى جهات الاختصاص لاستكمال إجراءات التحقيق. عند اطلاعنا على نتائج التحقيقات وجدنا أن تلك العناصر على ارتباط مباشر بقيادات ميليشيا الحوثي، وتم إرسالها إلى مأرب بعد التنسيق والترتيب والتمويل من تلك القيادات التنفيذية لأعمال إرهابية في مأرب. للأسف يستخدم الحوثيون المرأة اليمنية في الصراع بشكل غير أخلاقي، ولا يمثل اليمنيين وقيمهم وأعرافهم، حيث تقوم قيادات حوثية معروفة باستدراج نساء من خلال الإغاثة أو المنظمات الإنسانية إلى أعمال غير أخلاقية، ومن ثم يقومون بإجبار تلك النساء على تنفيذ ما يطلب منهن ويهددونهن بمستمسكات تصوير وما شابه ذلك. كما نستعرض لكم بعض الأدلة الموثقة بعد قليل. من خلال تلك التحقيقات من مختلف العناصر المضبوطة توصلنا إلى أن هناك جهاز تابع لزعيم الميليشيا الإرهابية الحوثية يقوم بهذه المهام القذرة واستغلال أعراض نساء يمنيات وابتزازهن والدفع بهن لتنفيذ أعمال لا يقبلها عقل، وعندما يتم كشف أمرهم وإحباط مخططاتهم يسارعون إلى البلبلة والكذب والادعاء بأنهم غيورين على العرض والشرف، وهذا كله دعاية استباقية تحسبا لفضح أمرهم، وهو أسلوب رخيص دأبت عليه هذه الميليشيا ويجب أن يعرفها الشعب اليمني جيدا. روج الحوثي كذبا وزورا أنه تم تسليم نساء لجهات أجنبية خارج البلد، وهذا كذب مختلق جملة وتفصيلا، ولأن الميليشيا الحوثية تدرك أن الناس لن يصدقوها قامت تدعي أنه تم تسليم نساء يمنيات، وهذا غير وارد إطلاقا،
ولا يمكن لأي يمني أن يسلم أحدا مهما كان، وليس هناك ما يستدعي إطلاقا لهذا. هذه عناصر ضبطت متلبسة، والنساء الآن قيد التحقيق في سجن الشرطة النسوية. وهنا نقول لكل اليمنيين، مأرب هي من حفظت للشعب كرامته وحفظت من خلال قيمها الأصيلة كمجتمع، إضافة إلى قوة مؤسسات الدولة على قيم اليمنيين وأعراضهم، وآوت ملايين من الذين شردهم الحوثي وفجر بيوتهم وأخرج نساءهم وأطفالهم إلى الشوارع، بلا مأوى. وستظل مأرب حصن اليمنيين وبيتهم الكبير. أيها الإخوة، نستعرض لكم في هذا الفيديو جانب من اعترافات أحد العناصر التي ضبطت متلبسة أثناء تخطيطها لتنفيذ أعمال إرهابية في عاصمة محافظة مأرب. الاسم فاطمة علي أحمد، من جبل الشرق دمعر، من آنس جبل الشرق دمعر، السكن الحالي في دمعر. أرملة وأم 8 أولاد، اشتغلت يعني هكذا فترة مدرسة وفترة ممرضة. وصلت لدمعر أبحث عن عمل، بدأت فترة قد كنت بدأت هكذا اشتغلت في منظمة هي تابعة للهيئة الوطنية. المنظمة هذه هي بس بالاسم، إن هي فقط منظمة. الذي تعرفت عليه هو اسمه شايف اللاحجي المكنى بأبو محمد، هو من عندنا من جبل الشرق، من قرية عامد بالتحديد، قريته هي عامد. بيقول لي كيف أحوالكم، كيف هذا، والله أن أنتم يعني حالتكم تعبانة وهذا. قلنا الحمد لله، وهذا الأيام ما بش عمل، وأنه زد عندما طلعت الكورونا هذه كرهن وقعت لهم، برغم أنه ما بش كورونا ولا حاجة. قال خلاص بيبس لنا عمل، أنتم بتشتغلوا في عمل؟ قلت عادي، إذا في عمل عادي إحنا بنشتغل. أنا في فكري أنه يعني أي عمل، يعني مثل ما أنا متعودة أشتغل أي عمل، ما كنتش عارفة يعني أي شهادة فيه. قال خلاص أنا بشوف لكم عمل، أنتم بتكونوا يعني في أرفع مستوى، أنتم بالمثل يعني بتكونوا مرتفعين أكثر مني، ولدش بيكون له سيارة، أنا عندما أرجع أجي لعندكم ما عاد أقدرش أدخل إلا بوساطة. قلت ما كنت يعني فاهمة أيش الهدف. قال خلاص أنا برجع أزوركم يوم ثاني وأجي ونتكلم في الموضوع. قلنا تمام. فعل فترة رجع، جاء هو واحد وبيقول لنا أنه من صنعاء، من فواز ابن عبدالله علي، وأنه جاء بيكلمنا قال إحنا بنكلفكم بمهمة، وهي بتكون مهمة سهلة وحاجة بسيطة، وأنتم يعني ما حد أي حس فيكم، إحنا عن نتكفل بصرفة البيت هنا يعني في دمعر، فخليه بيجيبوا لكم إيجار 50,000. قلنا تمام. قال صرفة البيت بتكون علينا. قلنا تمام. ومصاريفنا عتكون عليهم، كل حاجة عليهم، إحنا علينا اللي نفعل المهمة هذه. قلنا تمام، أيش المهمة فهمني. قال تنزلوا لمأرب. قلنا تمام. قال نشتي تستهدفوا لنا الصالة الرياضية، لأن الصالة الرياضية مليانة بالجرحى، بندي لكم حاجة تحطوها في الطقوم الذي بتروح الجبهات، سيارة الإسعاف الذي بتروح يعني تجيب جرحى، يعني أي اجتماعات تشوفوها يكون حق قائد كبير تحطوا هذا الحاجة، ما حد أي حس فيكم ولا حد يدري. أنت بالنسبة لش عندما تخرجي تسيري في التفرطة عند النسوان عتكوني تعرفي من الذي قد زوجها قايد، من الذي قد وكذا كذا، وبيسير الجبهات قد معه طاقم قد معه أي حاجة، عادي تكوني تسيري وتطرحيهم في هذا. وقلت له تمام، اتفقنا على هذا الخبر. قال خلاص يلا بعد اجلسوا منتظرين، لا ما نرد لكم خبر. قلنا تمام. قال خلاص احنا بنسق لكم. قلت خلاص، بس بشرط ان احنا ما ناخذش أي حاجة معنا. قالوا تمام، انتم بتوصلوا لهناك، احنا نخلي ناس اللي يوصلوها لعندكم، يعني هذا اللواصق، هي لواصق متفجره، هي باسمها لواصق، هي متفجره، يقول لك باشكال تلفونات او خوازن، يعني اشكال صغيره. قلت متى بنسافر؟ قالوا خلاص تتحركوا بكره. قلنا تمام. قال شوفي انت اذا بالمثل ما التزمتيش بالمهمه هذه او يخرج اي خبر، شوفي احنا معانا سجون للنساء هنا، والله لا تدخلي السجن تجلسي عمرش، ما حد داري أين أنت ولا حد بيقدر يوصلش. هذا أول حاجة. ثانيا عيالي هو يقروا عليهم الفاتحة، ما بش أي حاجة، يعني أي يفجرهم يفجرهم. رجع بيقول لي قال شوفي وانتبهي توصلي هناك تعترفي لهم أو تكلميهم
هم دواعش بيقتلوش بيذبحوش يعني لا تفكري ان هذه المهمه بيكون فيها يعني حبس ويلا، لا هذا ما فيها الا موت، اذا اكتشفوش او دريو فيش او حاجه هم على طول بيموتوش. لكن يعني خلي الذكية يكون تصرفاتش يعني تحطي الحاجة ما حد يحس فيش ما تلفتيش انتبه. قلت لها تمام خلاص ما يهمك. وصلنا لا مارب، يعني بعد ما نسبوا لنا تم التنسيق تحركنا وسافرنا وصلنا لا مارب على حسب اتفاقنا احنا وهم ان احنا بنوصل لهانا وبيكونوا يرسلوها لنا نستلمها لنا من هانا. طيب مع من نستلمها؟ يقول لك مع واحد صاحب متر او مقاوتة او يعني حتى انه كلمني ان في خلايا هانا نائمه، حتى انها من ناحيه النساء. انا بنقول اول ما كلمني قلت له قلت كيف لا ما يعني انا بسير لوحدي، هذا مشروع عمل النسوان، النسوان يعني هم يعملوا المتفجرات هؤلاء الرجال. قال يو يا خبلة والله اللي به قد به نسوان قد لهم بيشتغلين معانا كم. قلنا خلاص تمام. فانا يعني دحين ايش مثل ما تقول بعد الاغراءات الذي كلمونا فيها وانه كذا وكذا كذا قبلت لاني مضطره لان حالتي ضروري أننا أقبل. يا أخي هي الأوضاع الذي إحنا فيها دحين يعني خصوصا شوف الذي ما بش معهم أحد يعيلهم. أنا دحين أنا أرملة ما معيلة، أنا كنت أشتغل على عيالي بشقة جنوبهم. لكل مرأة كانت تعاني سواء أرملة أو أم أو ما زالت شابة، كل مرأة تحاول تحافظ على نفسها بقدر مستطاعها، ما صدقش لها ولا عيال الحرام الذي بيغرجوا بها. إذا تحافظ على شرفها وكرامتها تأكل لقمة العيش بالحلال. تم ضبطي وقبل القيام بأي عملية وقبل إراقة أي دم من دماء الأبرياء والأطفال، وهذا كله بسبب الحوضة الذي غرروا بي يعني وطمعوا لي بالمال وبالمنصب والجاه. وأنا أنصح أخواتي والمغررين بهم سواء النساء أو الرجال بعدم تصديقهم والمحافظة على أنفسهم وعلى شرفتهم وعلى كرامتهم وأن لا يتبعوهم ولا يصدقوهم. وأتمنى أني أكون عبرة لغيري. الله لا وفقهم، الله لا يسامحهم، هذا في ذمتهم، الله يسلط عليهم إن شاء الله. هذا كل الذي أقدر أقول، سلمت أمري إلى الله سبحانه وتعالى. إذن كما هو واضح وهناك حالات كثيرة، ولكن نحن لا نريد أن تهان المرأة اليمنية ويتم الإساءة إليها ويتم الإساءة إلى كفاحها ونضالها وعظمة النساء اليمنيات. ونقول للحوثي كفى، مخجل أن تلجأ لهذه الأساليب، وقاتل في الجبهات والتزم بأخلاق الحرب. وعيب أكبر أن يروج للكذب ويحشد الناس بفجور، وعيب أكبر أن يروج للكذب ويحشد للناس بفجور تمثيل حتى يغطي على إجرامه التي لم يسبق أن فعلها يمني في التاريخ، ولا أعتقد أي عربي كذلك. ولم يفعل مثل هذا سوى الإيرانيين الذين عندهم جهاز خاص لهذه الأعمال القذرة. نؤكد وكما اتضح من خلال الاعترافات أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية تسيطر على الدعم الإنساني والإغاثي المقدم من المنظمات الدولية للشعب اليمني في مناطق سيطرتها، وتستغل تلك المواد الإغاثية لاستقطاب الأسر الفقيرة والمحتاجة وتجنيدها في صفوفها واستخدامها لتنفيذ أعمال إرهابية ضد المدنيين في مناطق سيطرة الشرعية. إن الفشل والضعف المتكرر لميليشيات الحوثي في الجبهات دفعها لاستهداف السكينة العامة والسلم الاجتماعي في مارب، وإلى تجنيد النساء والأطفال واستخدامهم في تنفيذ أعمال إرهابية. وسبق أن تم ضبط عناصر نسائية متورطة أثناء محاولتها لتنفيذ أعمال إرهابية، وتم عرض نماذج من قناة اليمن الرسمية قبل 3 أعوام. بالإضافة إلى أن الميليشيا الإنقلابية تقوم بقصف الأحياء السكنية للمدنيين ومخيمات النازحين بالصواريخ طويلة المدى المحرمة دوليا، والطيران المسير المفخخ في انتهاك واضح وصارخ لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية. نؤكد أن الأجهزة الأمنية في مارب
لن تتهاون أو تتساهل، وستضرب بيد من حديد كل من سول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار أو يسعى إلى إقلاق السكينة العامة وإثارة الفوضى. ختاما أشكر أبطالنا ورجالنا في كافة الوحدات الأمنية والجيش الوطني، ونقدر ونثمن جهودهم الكبيرة والعظيمة التي يبذلونها من أجل تأمين المواطنين وحماية ممتلكاتهم وحقوقهم، وتلقين ميليشيا الحوثي الإنقلابية دروسا قاسية في جبهات الشرف والرجولة والبطولة. كما أشكر كل الرجال الشرفاء من مشايخ ووجهاء وأعيان وأبناء مارب والساكنين المقيمين بالمحافظة المتعاونين مع الأجهزة الأمنية. الرحمة للشهداء، الشفاء للجرحى، البقاء للوطن والرجال الأوفياء. والسلام عليكم.